جوني منيل عمر يعني 59 صاروا. المهنة صحفي، بفترض انه صحفي. ليه بفترض؟ لأنه معروف صحفي. عرف عن حالك بكلمة. ناشط بالمجتمع، ناشط بالمجتمع. أحسن صفة فيك. كل شيء منيح فيي. حدا بيحكي عن سيدته أكرين بتواضع يعني كل شيء. بتواضع. أسوأ صفة فيك. طحيش يعني مندفع بشغلة، مندفع إيه مسألة مش كتير منيحة مرات. مثالك الأعلى بالحياة. بي يعني التضحية اللي عملها، التقدمية اللي عملها تجاهنا، بشك أنا أنه بشك حتى أنا أني أقدر بدلها هي ذاتها بنفس النسبة مع عائلتي. مقولة بتآمن فيها. الدهر يومان للإمام علي بن أبي طالب. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. وهلأ المهم، فإن كان لك لا تبطر، وإن كان عليك فاصبر، فكلاهما ينحسر. مين له فضل عليك؟ ولدتي يعني على رقتها وعلى أعطيتني قوة، تعطيني كانت قوة ودفع أكثر. طبيعة الحال بي قلت لك بالأول مثال الأعلى، ويلي هو نماني كان يعطيني وينمي لي شخصيتي. بالصحافة إذا بدك خليني ما أنسى مثلا جوزيف الهاشم بصوت لبنان، شار الأيوب لأن وصل الوقت كنت عم فكر بدي أترك الصحافة، شار الأيوب فتح لي الجريدة عنده وعطاني، رجعت قلعت منها أكثر. جبران تويني الله يرحمه. خطأ ارتكبته. كثير أخطاء برتكبها بس ما تنتظري مني إني لك إياها. ليه؟ في شغلة مش مكابرة هلأ. العاطل شو الخطأ؟ لا أكيد ما العاطل إنه أنا ما بروح بقول له للي قدامي إنه أنا غلطت معك، هذا العاطل فيه ما بقدر عم أقول غلط. بس لكن بعمل كل شيء يعني برجع بعمل طريقة تصرف يكون فيها ضمنا نوع من الاعتذار لإله. من مين بتعتذر؟ إذا كنت قاسي شي مرة مع حدا بس بالبيت؟ بشغلي لا 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 مغناجن كتير بالبيت كمان مش مغناجن كتير لا مبلا عرفنا ياسما شو ما بدها بيصير. أقرب شخص لإلك. مش هين جاوبك أنا لأنه مش بالهين أترك سري مع حدا. يعني مثلا أنا من النوع يلي مسائلي الخاصة 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 بتضل لي أنا بس شخص واحد بطبيعة الحال مرتي وولادي يعني هو الأقرب لي. بس رغم هالشي يمكن مرتي بركي بتشتكي هي مرات كثيرة إنه في مسائلي لإلي. أحلى هدية تلقيتها. الولادي لعائلتي، عائلتي ما ممكن تلقي هدية أكثر من هيك. عائلتي. أكلتك المفضلة. أنا في ليش أكلي؟ شو أكلاتك المفضلة؟ أنا بحب بطني جد. أنا بحبها الفاصوليا، بحبها هو الأكلات يلي نحن وصغار كنا نهرب منهم، بحبهم كتير. ودي منقوشة زعتر شغلي طيب كتير. أكيد فرح لما مثلا ببكي بيني وبين نفسي فرح، دمع عيوني لما تشوفي نجاحات لأولادك هيدي بس ما بتفرجيها. مثل شو مثلا؟ انه هن صغار بعضهم صح ل 10 سنين صح، بس لما تحسي انه عملوا شغله اكبر من عمرهم وقت لتاني دمع بيني وبين نفسي. اكيد حزن لما غادرني بيي. قد ايه كان عمرك؟ 18 تقريبا. وعلمت فيي يعني طبعا من وقت ما فل ما مرق نهار ولا نهار، حتى لو كنت فيه بقمة سعادتي، حتى لو كنت فيه بقمة بؤسي بدي افتري غير ما تذكرته مينيموم مرة بالنهار مينيموم. وما ببين كلمة ما بتنساها. في وحدة بس بحب اتركها لإلي مش رح اقولها. مين قال لك اياها؟ والدتي.
اللي هي مرحولة. لا راي لك يا مرحولة. لا مرحولة. على شو بتندم؟ أنا مش من النوع اللي بيندم، أنا من النوع اللي بيتعلم. رح تندم أنه شاركت بالحلقة؟ لا أكيد لا، معك لا. أنت بتعرفي أنه أنا قدي بحترميك وبعرف أنه أنا موجود ببيتي. مساء الخير، ضيف حلقة الليلة مثل ما شفته الصحافة جوني مناير. هاي جوني. مساء الخير جوني، رح نشوفك الليلة بعدة مواقف مان تو مان. بالأول رح نشوفك مان تو مان أنت وزملاء لك عندهم أسئلة، رح نشوف كمان صور لشخصيات معروفة، رح تكون بمواجهة ضميرك وأنا رح ألعب دور ضميرك. بأحد الفقرات رح نستقبل ناشط بالتيار الوطن الحر، رح نشوفك معه مان تو مان. بآخر الحلقة هيدي فقرة جديدة لهيدا الموسم، رح نشوفك بمواجهة أو بمصارحة إذا فينا نقول مع الله. ردي؟ مفاجآتي غريبة، ما أنا ما بحب المفاجآت. يلا جاهزة. رح نشوف بالحلقة كيف جوني رح يتفاعل مع هذا الموضوع. مشاهدينا فيكم تتواصلوا معنا عبر هاشتاج مان تو مان، وأيضا عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي على أكاونت سمر بوشبل. بداية بمان تو مان مع زملاء، في زميل هو مقدم برنامج وهو صحافة ومقدم نشرة أخبار أيضا وصديقك، عنده سؤال لك. مين بتتوقع يكون؟ عندي كتير أصحاب. سمي مثلا مين؟ ما رح سمي. خلينا نشوف سوا الاعلامي ماريو عبود شو السؤال اللي عنده اياه لجوني. استاذ جوني تحياتي، بعدك بتعتقد خصوصا من بعد انتهاء جلسه مجلس النواب الاخيره، جلسه انتخاب الرئيس يلي انتهت الى لا انتخاب، هل بعدك معتقد ومصر انه الشخصيه اللي حكيتني عنها واللي تناقشنا بخصوصها هي الشخصيه الاوفر حظا لتولي سده رئاسه الجمهوريه بالمرحله اللاحقه، وتحديدا من بعد ما قال الرئيس بري او حكي عن ضروره الاجماع او شبه الاجماع بمجلس النواب من اجل انقاذ مجلس النواب وانقاذ الجمهوريه؟ مساء الخير صديقي وعزيزي وحبيب قلبي الاستاذ ماريو عبود، يلي انا بحترمه وبحترم شغله كثير وبحترم مهنيته ونظافته. بنوجه له تحيه اكيد. ايه انا اجمالا مش يعني ما بنقي برايي اليوم هاي بكره هاي، لما بكون ببني رايي ببني رايي على معطيات، مش بس معطيات وتحليل وظروف وقراءه لقدام وكيف ممكن تكون. ايه بقول له ايه انا بعدني وبالعكس متمسك اكثر وبعتقد انه ما في مجال غير هذا السبيل. اما الثاني بالنسبه للرئيس بري انه عم بيعملها من شان الاسم اللي هو انا وياه حكي تحت لو له ودي ولا قالوا انه انا اعتقادي الامور رايحه باتجاه خالد الجيش رئيس الجمهوريه خصوصا بعد 31 شهر، بس ما في شيء محسوم، بس بعتقد الامور رايحه بهذا الاتجاه لألف سبب وسبب مش بوقت نعددهم هلا، وهذا رايي من فتره مش من هلا. هلا بالنسبه ل موضوع الرئيس بري اذا عمله منشان هذا انا ما بعتقد، لا هو ما عمله منشان هيك، بس طبعا هو قلق لانه هذا المجلس النيابي اللي هو جديد واللي هو غريب، كل شخص قادر يكون ميزته التعطيليه، وبالتالي التعطيل هون ما بينتج مسألة أو ما بينتج حلول، لذلك ربما الرئيس بري لأجل ذلك ولأجل مسألة تانية أكثر أنه يجب أن يكون هنالك تفاهم خارجي، رعاية خارجية، تسوية خارجية تساعد لإنتاج الوصول إلى استحقاق رئاسة، ربما لذلك عم بيروح باتجاه يقول تعالوا نتفاهم قبل أو نتوافق قبل في هذا الموضوع، بس إيه أنا بعدني على رأيي. جوزيف عون رئيس للجمهورية. مش أنا اللي بعين رئيس الجمهورية، بس أنا بقول لأوفر حظا جوزيف عون، ورا بيكون بيجي سليمان فرنجية بالسياسة ما فيك تحسمي. ميشيل معوض. ما بعتقد، لا انا بعتقد في اسمين بس حرقوه. مش حرقوه، بعتقد اصلا ما كان فايد بالدق، يعني هو موجود مش فايد بالدق منه، يعني هو موجود منشان يواجه سليمان فرنجيه يعني لمسائل ثانيه، بس مش موجود برايي لحتى يكون مشروع جدي لرئاسه الجمهوريه. الجديين اثنين يعني جوزيف عون سليمان فرنجيه، بس تقطعي واحدة بس تقطعي وتفوتي بالفراغ الرئاسي او بالشغور الرئاسي، ايه ظروف جوزيف عون بتكون اقوى بكثير. فراغ الرئاسه بتتوقع شهر شهرين او مساله رح طول؟ لكن الفرنساويه بيقولوا شهرين، بتوقعوا شهرين مع الاجانب. يعني جوني بيقول شهر حسب لا مش بالضروره، انا مش بده هذا مش بالضروره هذا. بلبنان الحزب الله بيخشى انه تكون سنه وبتطالع، انا رايي الشهرين قليل والسنه كثير طويله، السنه ما بيحمل البلد والشهرين مش مده كافيه منشان تلين الامور او تنضج الطبخه. انا بعتقد
يعني أكتر من شهرين بس أكيد أقل من السنة بعتقد. هلا بيحطوا لك على السوشيال ميديا نصرة داميوس وبيحطوا لك خلينا نشوف هلا جوني مين الصحافي الآخر يلي عنده سؤال لك بدي أطلب منك تطلع بكاميرتك لنشوفك مان تو مان مع الصحافي غسان سعود. بونسوار سمر بونسوار جوني. نعرف يعني مرته ديدي كانت عونيه بمرحله من المراحل، هل هي اليوم ما زالت عونيه او قدر يقنعها بخيار ثاني؟ قد ايه جوني منير يتاثر بخيارات جون عزيز السياسيه؟ يعني دائما بنشوف جون عزيز بيروح باتجاه بيرجع بعد فتره جوني منير بيروح بالاتجاه ذاته. شو بيشوف اليوم جوني منير عند القائد جوزيف عون صفات او قدرات ما عنده اياها الرئيس عون؟ ولماذا يعتقد جوني منير انه يمكن لجوزيف عون ان ينجح حيث فشل الرئيس عون؟ اول شيء مساء الخير دائما غسان سعود زميلي وحبيب قلبي، يعني بيكون مختلف عن غيره، بيكون ايجو مثل ما بيقولوا. اولا مرتي بختسالها، بس بعتقد انطباعي الشخصي، نحن عندنا ديمقراطيه بالبيت، عندنا ديمقراطيه بالبيت، مثل ما بعتقد هو كمان عنده كيف بيقولوا، ما بعرف كيف سمي لك اياها، خيبه امل. ما بقى تنقي كلماتك، لا بس انه سميها لانه ما لي حق، عم بحكي عن غيري. ربما يكون عندها خيبه امل، خيبة عمل بهذا، ربما يكون مش من إشا ولا ابن إشا ولا من فوت. وقلت لك أنا ديمقراطية بالبيت، حتى ابني يمكن ما بيسمع لي رأيي، بس إنه كل واحد عنده رأيه الخاص يلي بده يعمله. تاني شغلة أنا بتأثر، لا بيعرف كتير مني هو، إنه أبدا ما خصوصا إنه جا أبدا بفترة اشتغلتوا سوا بالأو تي في أو يمكن من بعدك؟ لا أنا جيت ورا من بعد ما طلع يعني يعني اعتذروا منه يعني، وانا جيت وراه استلمت الاو تي في، انا قدمت استقالتي وفليت، اجا وراي حدا ورجع اجا هو. بس ما بحياتي انا ابدا اصلا ما بتاثر بحدا، عقلي بيقولوا عنه انه انا ممكن تكون كل الصاله برايي، كون لحالي راي ثاني لانه بكون مقتنع فيها، يعني ما بكون عندك الخاصه ومتمسك فيها، فهيدي اكيد لا. بالنسبة لجوزيف عون شو في عنده شيء مختلف؟ عنده كتير اشياء مختلفة. وقدر بنا هلا يعني برأيك لو شفنا القائد جوزيف عون رئيس للجمهورية رح يقدر يحكم ويعمل تغيير ما قدر عمله لعماد عون؟ ما بحب قارن حدا بحدا، بس خليني عنده احكي هو شو عنده. سؤال غسان. سمعت، خليني اقول هو شو عنده. ليكي جوزيف عون عنده اول شيء عنده الإدمية وعنده الرصانة، مش عم بقول غيره ما عنده يهون، عم وصفه له هو. قدر قاد رم مؤسسة بأسوأ الظروف بالوقت يلي جوعانين فيها أفرادها، ورغم هالشي البلد كله عم بيهبط وبقيت هذه المؤسسة متلاحمة وقايمة. هيدي بدها قرار، ما فيك، كل البلد كان مؤسسات كل البلد فرطت، وهو هيدي ميزة يعترف له فيها الأقربين والأبعدين، وميزة كتير مهمة. ما فيك تعمليها غير يكون عندك شفافية على المستوى العالي، وبنفس الوقت يكون العسكر واثق فيك. آخر كيف فيك تعمليها؟ اثنين ميتي من الجوع، اثنين ما تصرف ولا مرة هو وقائد جيش جير موضوع في إطار إذا أنا عندي أنه عندي طموح سياسي، ولا حدا سمعني بهذا الموضوع. على العكس الرئيس الفرنسي وفق ما بتخبر زميلي رندا تقي الدين فتح معه، جرب يفتح الموضوع السياسي سكر له إياه، وهذا يلي رفع له من احترامه لإله بأمريكا بنيويورك بواشنطن لما بأوائل زياراته لهلا برا، وكان موجود مسؤولين بالسفارة اللبنانية، فتحوا موضوع حزب الله وأنه بدك تروح، وقال له أنا بعرف أنه أنا ما بدي أعمل حرب بالبلد وأنا مني موافق بهذه المواضيع. بيقول له بعدين يلي كانت معه هي مسؤولة بالسفارة الثانية بالسفارة اللبنانية هونيك، قالت له كيف تقول هيك، بطلوا يستقبلوك. هلا ما يستقبلوني، بس هي القناعة اللي بقولها مثل ما هي. فإذا صادق جدا وواعي جدا ومرق بتجارب كتير أثبتت وعيه وقدر حمل مؤسسة، ما فات بزواريب فساد، ما فات بزواريب محاصصات بالداخل،
وهودي مسائل كتير مهمة لك لقدام. جوني ما في شك ما حدا رح يشكك أكيد بوطنيته لقائد الجيش واللي أنت ذكرته، بس في وجهة نظر في ناس بيعتبروا أنه خلال الثورة مثلا أول شهر من بعد 17 تشرين الطريقة يلي أدار فيها الأمور أنه يمكن أبقى على إقفال الطرقات لفترة معينة، في بعض الناس أو محللين أو يمكن مناصرين لبعض الأحزاب بيعتبروا أنه الطريقة اللي أدار فيها وشفناها يمكن على السوشيال ميديا عند بساطة الموضوع بسيد الشين حكى أنه قائد الجيش عنده مش طموح بسيط أبداً يعني عنده طموح سياسي، لأنه هي تعليقات شفناها. خليني جاوبك فيها تيلة مزبوط هذيك حق تسألي هيك، بس من بعد يلي مرقنا فيه أنت تعتبري أنا رأيي بحتفظ فيه لألي أنا عم قلك الناس سؤالي عم جاوب للي عم بس أنه تعتقدي انه كان مفروض يسمع لهوديك ونزال بالقوه يكسر العالم دعوسهم شيلهم على جنب ومشي الدبابات وشيلهم، شو الغباء هذا؟ بالعكس الاحداث عطيته صحه يلي كان عم بيقوم فيه ويلي يومتها حاولوا يشرشوا كثير على الموقف، بالاخر في شعب ساير انا نزلت راي بنزلوا الناس اللي حدنا نزلوا على الطرق اول جمعه اول ثلاث ايام ما في وهيدي بقيت على فتره لا بس تبين بعدين لا انه لا ما كان في شيء لما عفوي لما لا مش صحيح بعد فترة بتقولي كفيت حاول حدا يستغل مسألة تانية طبيعية مفهوم بالمنطق إقفال الطرقات معروفة كان أحزاب عم تقوم بإقفال إيه بس أنا قلت لك إنه بعدين يحاول يقدر يفوت ويقدر يستغله هاي طبيعي منطق يعني بتقولي بالمنطق بالسياسة إيه واحد بيقدر بيعمله، بس لكن التعاطي بالشدة منشان تكسر ناس مثل ما كانوا عم يطلب مثل ما سمعنا أنه طلب لتشيل الناس بالقوة من الشارع وتنزل دم لمطالب محقة، كان عندهم مطالب محقة الناس يلي نزلوا عليها ويلي عملت الثورة كلها يلي هي ثورة فعلية نزلت عليها قبل ما يروح البعض يجرب يستغلها، أنا برأيي كان أرعن يلي كان بيفكر هيك أثبتت الأحداث بعدين وكان غير مسؤول، لازم تحمي الناس بمطالبها بس لما تتحول لتسكير طرقات لمسائل إلى علاقة أجندات سياسية أو ما إلى هنالك لا الجيش نزل وفتح الطرقات وأملها. على كل حال بالفترة الأولى كمان البعض يلي قال أنه جرب أنه لا أنا بفتح وكان في مسائل حساسة طرقات حساسة جرب وما كان يقدر كان يتقاتل ويدبح والناس وما كان يقدر في مسائل القوة السلطة مش استعمال القوة كيف ما كان استعمل السلطة القوة بحكمة وهي هاي المسألة الأساسية ويلي تعطى ما أضيف عليها أنه العسكر كان جوعان يومتها كمان وكان بده يعمل ثورة على يعني ما كان راضي على هذا الموضوع، فبتاخدي كل المسائل بعين الاعتبار مش بحسابات سياسية. جوني عم نحكي عن المرشح اللي انت برأيك هو أوفر حظا للوصول لسدة الرئاسة القائد جوزيف عون، بس أنا هلأ في فيديو من مرشح أو إذا بدك من رئيس جمهورية مستقبلي للبنان. يلا عنده سؤال لألك مين بتتوقع يكون؟ ما بعرف مستقبلي ما بعرف بوشوار مش مناير. أنا عندي سؤال لألك وقت رح يكون كبير أنا بدي يكون رئيس جمهورية تبع لبنان، بس شو رأيك تكون ديكتاتور مثل أدولف هتلر وستالين to punish the corrupt politicians in Lebanon؟ كرابت يعني عملنا جو منير هيدا ابني بحب السياسة طالع مع أني أنا ما بحب شجعه كتير على الموضوع بحب يكون عنده وعي سياسي بس ما بدي الموضوع السياسي بس متأثر فيك بحب هتلر أنا ما بقى أنت صغير ما كنت تعلق صور هتلر؟ لا ما كنت علق بس كنت ألحق كتير وبعدني لحد هلا بلحق الدوكيومنترات عن هتلر إنسان إنسان سيء إنسان سيء هتلر بس ما في شك إنه كان لمعة ذكية كتير وغير التاريخ بس كان بشكل كتير شرير بشكل كتير سيء وهذا اللي بحاول أقول له إياه إنه ما تخلط بين اثنين هلا جوني جو بيحط على الواتساب صورة هتلر مش هيك جرب شوف شو عملت فيه نحن وصغار كلنا تأثرنا نطلع لأنه بالآخر مش بس بعده التاريخ لحد هلا متأثر باللي عمله هتلر يومتها بس لازم دائما كنت توعي وهذا إنه هذا اللي عم يعمله هذا كتير عاطل وهذا كان كتير سيء وعمل دمار كبير 50 مليون قتيل بأوروبا ما بيسوى تفرجي الجانب السيء تبعه بس من دون إغفال إنه شغلي هتلر يعني شخص تاريخي أساسي محور أساسي بالتاريخ على مستوى التاريخ بس شايف لقدام عنا مشكل بالبيت الصبي بترشح للرئاسة
وهذا اللي عنده بتمنى انه قد ما في يخفف يعني بجرب قد ما في ياخذه ليخفف بالسياسي، وانه طبعا الوعي يكون في عنده ثقافه تاريخيه كبيره. و لا عم بيشتغل على الدوكيومنتريز. مزبوط مزبوط، بيلحقهم وبيشوفهم وبيلحقهم وشغوف فيهم وبيوعين النوم، بيقول لي بس هيدي عملت هيك، ليش ما عمل هيك، وكان مفروض يعمل هيك، قلت له ليش صارت الحرب هيك، وليش عمل كذا، وليش هيدا، وليش الام بالذريه، وليش يعني كلهم هودي بيسالون. انا بنبص بس في يعني بيسال سؤالات اكبر من واقعه، ما قادر ترجم له اياها، يعني بدها وقت مشان نشوف خلفيتها، ترجم له اياها على قد عمره اللي عنده. طيب بنقول له هاي لجو اكيد. فخامه الرئيس، فخامه الرئيس، شفت انا دغري قلت لك فخامه الرئيس يسالك سؤال. جوني رح نشوفك مان تو مان مع شخصيات، وبدي اطلب منك تكون عم توجه لهم رساله. الشخصيه الاولى السيد حسن نصر الله، يعني اللي نحن بنعرف انه انت معجب يمكن بادائه او بالكاريزما تبعه. اذا اليوم بالظروف اللي عم يمرق فيها لبنان، شو رساله جوني المواطن وجوني الصحافه للسيد حسن نصر الله؟ انا بعترف انه في شخص واحد قادر يساعد بنقل لبنان من مرحله لمرحله. نحن رايحين باتجاه مرحلة جديدة، وأكيد السيد نصر الله بالقدرة اللي عنده، مساره التاريخي، هيبته الكبيرة، قادر يساعد في هذا المجال وينقل لبنان باتجاه مرحلة جديدة ومرحلة أخرى. يا سيد الحاج، البلد بحاجة إليك، البلد بحاجة لقرار منك. بياخذوا للقرار؟ ما أثبت أنه انتحاري السيد نصر الله، بالعكس أثبت دائما، وهذا اللي ميزه، أنه عنده قضيته، عنده أفكاره، بتلتقي معه ما بتلتقي معه مسألة تانية، بس لكن أثبت دائما هو أنه عنده مرونة وعنده نضج بالتفكير، رغم أنه استلم السلطة باكرا، هو يعني استلم المسؤولية باكرا. بهذه المسائل خاصمتي ولا نوالتي، ما فيك غير ما تعترفي له بهذا الجانب، قدرته ومرونته، وعنده بعد نظر، يعني طلعي كيف يتعاطى مع المسائل كلها بليونة مش بشكل جامد، رغم انه هو عقائدي، بس برأيي هو براغماتي بقدر ما هو عقائدي، اثنين سوا جامعة اثنين فيهم. الصورة الاخرى هو شخص عزيز على قلبك، فينا نقول يمكن انت من الناحية الانسانية معجب فيه، وهو السياسي الراحل لياس بيكسكا. صحيح، ابن زحلة، لأنه الجانب الإنساني عنده عالي وكبير. الله يرحمه إليس كيف. نادرا لما تلاقي سياسي عنده جانب إنساني بيتعاطى بالشأن العام بالجانب الإنساني. إليس كيف كان عنده إياها. إليس كيف بتذكر مرة، وهيدي برجع بقولها دايما وبحب رددها لأنه كانت قدامي، صارت قدامي، كنا ببيته فوق الصباح قبل الظهر، كنت قاعد أنا وياه وشخص ثالث، شوي بيقولوا له فيت لعند في أشخاص بدهم يشوفوه ضروري، بيقوم رجاله مرة، أنا قاعد عم بحكي مع الشخص هون بطرف عيوني بعدني عم شوف، رجاله مرة ظاهر جايين يطلبوا منه مساعدة أو شيء، فبيقوم بشيل بيطلع بشوفه بطرف عيني، يعني بشيل من جيبته عم بيساعده، بده يكون بحس انه هذا المبلغ منه كافي ليعطيهم اياه، بعيط لزلمته مرافقه وبقول له تعا انا بعدني عم بسمع وعم بنتبه طرف عيوني، بقول له اعطيني شو في بجيبتك، مثل كانه بنتع شوي، لو شو عم بقول لك اعطيني، بيعطيه مصاري بيعطيهم وبفل بيوصلهم على الباب، كان يوصلهم على الباب وبيرجع، بس يرجع هيك بيبرم بمرافقه بيقول له شو بيك، انا عم بقول لك اعطيني اللي عندك، ليش ما بتعطيني؟ ليش عم تنطي هيك؟ قال له يا بيك ما هودي صوتوا ضدنا بالانتخابات. شو بجاوبه هو؟ بيقول له يمكن ايه، بس لو مش معاوزين مش ما اجوا يطلبوا مني. نادر هيدي حتى ما قال لك انا ما شايفها، بس خليني اقول نادرا ما تشوفيها بالحياه السياسيه لبنان. الجانب الانساني عنده كان جانب حقيقي، مش كان جانب ليستثمروا بالسياسة، ديعانه الله يرحمه. إذا بدك تقول له جملة واحدة، ديعانك بتكفي عن الكل، ديعانك، بفتكر كان الوضع بزحلة بحاجة له، ديعانه إليس كيف.
الله يرحمه. أكيد رح نحكي أكثر عن الوضع بزحلة وعن الانتخابات وعن كثير أخبار لأول مرة بتقولها جوني بفقرات مان تو مان مع ضميرك. أنا رح ألعب دور ضميرك. ردي لهالموضوع يعني على قد ما انفاجأتك قوي. تفضلي. لا بعد ما في هالمفاجآت لهلا. بعد شفنا رئيس الجمهورية كشفنا عن الاسم. جوني أنا رح ألعب دور ضميرك، يمكن تعترف بقصص لأول مرة، يمكن نكشف عن أسرار. رح نبدأ بالسؤال الأول. أنا جوني منير اليوم رح أعترف أنه بحب فيروز، وخاصة أغنية بكتب اسمك يا حبيبي، وهلأ رح غني لكم إياها. غنية؟ تغني؟ حرام كرمال الناس. لا بغني معك. لا لا صوتي كتير مش عاوز بده. نغني سوا يلا. حرام كرمال الناس. عاوز بده. مستحيل. رح يبكي. مستحيل ما بقدر. مش. وين بتغني بالبيت؟ ما بغني، بس مرات لما بحط الهيدفون على ديني. دي بتسمعك عم بتغني؟ لا برنديح معها، بس لحالي يعني برنديح انا وعم بسمعها. يلا تخيل حالك. او حتى انا وعم بعمل سبور مثلا مرات بحط، بس لما اكون لحالي يعني برندي. بس انه ما لا صوتي كثير بشع. انت عم تركض بتغني؟ في اشياء كثير بشعه بعمل مشي سريع ما بركض. في اشياء كثير بشعه من ضمن صوتي. شو بدك بالشغله؟ حرام قصاص. شو بدك تقصص الناس؟ اعوذ بالله. رأفة بالناس. لكن ما هو رأفة فيهم. رأفة بالتلفزيون. رأفة بالمخرج. حرام. هالقد؟ ايه ايه صوتي كثير بشعه. انا عم تغني لفيروز. تنتحر المسكينه. تنتحر هلا. دامج بصير. طيب رح ننتقل هلا لسؤال اخر جوني، هو بالسياسه. قبل ما نشوف السؤال بدي اياك نحضر مع المشاهدين سوا هيدا الفيديو. تفضل. بدري ظاهر انا بعرفه، تعرفت عليه شخصي من شي 15 سنه. تعرفت عليه بقضيه بملف. بالحقيقه كان انطباعي عنه يلي طلعت فيه كان نزيه كتير، كان شريف بالتعاطي فيه. زميلي رياضي قباسي اكيد بخالفك هذا التقييم. انا اعمل اللي صار معي. انا عم اقول اللي صار معي وبكون يعني، بس اصلا مش المعيار شخصي بالاساس يعني. انا عم اقول يعني اخذت فكره من بعده، حتى يعني ابدا يعني كان شفاف وبالوقت زيته رجال. يعني هذا الملف يلي صار على صعيدي الشخصي طلعت الانطباع عنه، ومن بعدها ما شلتقيت فيه يعني، وما كنتش بعرفه قبل. فكان مثل ما بقول لك نزيه شفاف وبالوقت زيته رجال بالتعاطي. هيدي مسالتين. هلا بشو صاير معه بالملف هونيك انا ما بعرف، ماني فايت هالملف. قديش في مسؤوليات انا ما بعرف كمان، ماني فايت. بس برجع بقول لك هذا ما بيغير من صورتي وتقييمي لإله. شهادتي يعني. انا جوني منير اليوم رح اعترف شو هو سر دفاعي عن بدر الظاهر يلي بترجع علاقتي فيه يمكن او معرفتي فيه ل 15 سنه. شو الموقف اللي شفته قدامك وخليك تقول هيدا الحديث؟ سر الدفاع مش سر الدفاع، شهاده صارت معي. شهاده لا عم دافع عنه ولا بدي اتهمه. انا اللي بعرفه قلت يعني برجع بقول لك اهم شيء بالحياه انك ما تتنكري لمسائل صاروا قدامك. ما انت بالاخر انا دوري قدم الحقيقه او جرب اوصل الحقيقه للناس. هي دوري كصحافي. انا هيئه رقابه، بس بالوقت ذاته انه مش هيئه تظلم. من شيء 15 سنه كان في قصه لنا يعني بالحقيقه مش لي لخيي صار فيها رزاله جوا جربوا يتآمروا حدا مخلص جمركي مع عنصر بالجمارك. الهدف انه يعني ياخذوه يبتزوه ماليا. ما بعرف حدا. فتوصلت حدا عرفني علي قال لي شوف فلان، وقلت له في كذا 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 وهودي انا ما بعرف بالقصص. طلع بالورقه قال لي مزبوط هودي عم تريزلوا عليك. اتركه عندي. تواصل معهم فرجاهم الاخطاء اللي عنده وبمرجله مش تخبى وعمل ورتبها. كان هم بموقع مسؤوليه ضمن المديريه بس انه احد المسؤولين. ورتبها وعملها. ورح اقول لك النقطه الاهم، من بعد ما شاف ونبههم وهوديك كان حازم بالموضوع اللي صاير هونيك. وخليني اكون صريح اكثر يلي ما قلته قبل. حاولت من بعدها انه انا وعم بشكره اني اعرض عليه. مزعج كثير. هذا صار معي. هلا بتقلي بعدين
مثل ما بتطلع الاخبار انه شو بعرفني مبرطل اخذ تاور بنيويورك، ما بعرف شو بعرف اللي صار معي. شهادتي انا من بعد ما شفته من بعد ما حاولت وزعل وانه هيدي، وقال لي اذا بتعوز بيكون في حدا بيحارب التريزل او كذا ما تتردد، وفليت ما عادش وصلت معه جوني، ما عادش خليني كفي لك، ما عادش وصلت معه وما عادش اخذته. انطباعي الشخصي كان عنه انه شهم نظيف، اكل حال كان مبين عليه، ما يعني بيبين عليك دغري الشخص هذا، ورجال صاحب موقف ورجال، وهي للحق. بتقولي لي هلا شو بعرفني هو قاتل جون كينيدي وراي على الاذان، ضلني بعطيك نفس الشهاده، هي عندي صارت قدامي، صارت مع شخص ما بيعرفه، مع شخص ما له جوني. انت هيدا الشهاده صايره معك مثل ما قلنا من 15 سنه، يعني انت هيدا التجربه اللي صارت معك، ليه لهلا لقلتها؟ ليه؟ لانه ثاقبت هلا، لا لانه اللي هي بتهلا وانسالت عنه في اشي كثير صايره معي بالدنيا، يعني ما انسالت عنه ولا مره، ولا مره طلعت وانسالت عن بدري ظاهر، ولو انسالت عن بدري ظاهر هلا ومن سنه ومن 10 وهو بالسلطه وهو فل، رح اقول نفس الجواب. لو كان هو بالسلطه كان بده يقولوا عماله، ولو هو برا بالمحل كان هيك صار معي. خلينا ننتقل لفيديو اخر جوني، هالمره يمكن متعلق اكثر بفتره الانتخابات وبالأرقام وبالإحصاءات. خلينا نشوف هيدا الفيديو سوا، الإعلامي عباس ظاهر. وإذا بقول لك هون حتى شو بين معنا بالاستطلاعات، شو بين ورقم أساسي مثلا زميلنا جوني منير رقم أساسي بزحلة، هو القوة المستقلة المارونية الأساسية بزحلة، بين بالاستطلاعات بعد النائب سليم عون الماروني، بس لأنه ما عنده حاصل. سليم عون الماروني الأول رغم مين ممكن يتحالف جوني؟ رغم أنه ما عنده حاصل، مجتمع مدني أو شو؟ ما بعرف إذا حاسم قراره بده ينزل على الانتخابات، بس بعرف اسمه بين بالاستطلاعات الرأي اللي بينت عنا أنه رقم أساسي هو الثاني عمليا، الأول بالمستقلين على كل حال. كل المستقلين ما بين اسم بزحلي غير اللي عم يتعاطوا سياسة إلا جوني منير. جوني منير الماروني الثاني في زحلة حسب الإحصاءات. السؤال مع ضميرك هو مستقل الأول. أول شيء بدي أشكره للأستاذ عباس ظاهر يلي هلا كمان ما قال عليه أي باي، بس يلي عمل شغل موضوعي كان وقت الانتخابات بكتير من المحلات، وكان عنده نتائج ممتازة، يعني النتائج كانت أنا كنت لحقه لهم توقعاته، وأنا بلاحق استطلاعاته أنا بلاحق الاستطلاعات وشوفها وبرجع بقرنها لبعدين، لأنه بالآخر نحن بشغلنا تعتمدي بجزء منه على الاستطلاعات لتشوفي مزاج الناس وكيف بتروح لقدام. كان يعني مش لأنه عملوا هوا، بس كان الأستاذ عباس رغم حداثة مؤسسته بالاستطلاع كانت قريبة للواقع، كانت من يلي عم بيحكوا الواقع. مزبوط. السؤال مع ضميرك هو أنه أنا جوني منير اليوم رح أعترف ورح أقول مين الحزب السياسي اللي عرض علي أموال لأترشح معه على اللائحة بزحلة. شو؟ بعتذر على التعبير بس ما تشكي براسي كريش ما بقول. راح تقول بلا تشكي براسي. لا. لا. بالانتخابات ما رأيت إيه كان في ثلاث قوى تعاطت معي حكيت معي بالموضوع، ما بقول. ما بقول لانه مش ما هن اساسا معدودين، يعني مين كان في مريم ما بعرف ما بعرف ما بعرف قد ما تروحي مجتمع المدني ما راح احكي ثلاثه من هول ما راح احكي خلص مريم سكافت بطبيعه الحال ما راح احكي بطبيعه الحال قد ما بدك شو بس استنجي اللي بدك اياه بس ما راح احكي. هلا انت عندك خلفيه، عندك علاقه سابقه مع القوات، عندك قوات ما راح احكي. زرته للدكتور شعجع بالسجن ما راح اقول ايه وما راح اقول لا. ما راح احكي مجال حلل حلل بس انه ما راح احكي ما بيزعجني ما بدي احكي بالموضوع. بس خليني اقول لك شغله، انه اللي فاجئني انه مش بس اللي عم تتفضلي وتقولي ايه مزبوط انعرض بمحل انه المصروف الانتخابي، بس بمحل تاني ليش ما بتقولي يلي فاجئني احدى الشخصيات من قضاء زحلة تعرفت علي بعد ورجل أعمال وقال لي إنه ليش ما بدك تفوت؟ قلت له لأنه عدة أسباب. قال لي من ضمن الموضوع المالي. قلت له صحيح جزء من الموضوع المالي إنه بالآخر انتخابات مكلفة. قال لي أنا رح ساعدك بعرض عليك والمبلغ كبير يلي عرضه. قلت له خليني يكون واضح،
قال لي لألف سبب وسبب لأنه بده لازم و... هو كان عم بيدعمك لتنضم لليحة المجتمع المدني مش تحديدا هيك يعني يلي كان عم بيقولوا أنه المهم تكون القوى لايحة خارجة عن الأحزاب تعبر عن الناس لأنه بدنا شيء جديد وأسماء مرتبة يلي بهونيك وأنا مستعد وأنا بدي إياك أنك تكون هلأ والمبلغ كان كبير يعني يلي عم بيقولوا بهديك المحل بس قلت له حضرتك عم بتقول جزء من المشكلة مزبوط بس في جزء آخر أنه أولا أنا بحب أنا بدي أخدم مدينتي بس لايحة تشبهني ما في يكون مع حي الله أشخاص لأنه بهذا القانون الانتخابي الغريب العجيب العقيم ما بعرف شو يلي برأيي أصواتك يلي برأيي ما بيسوى ما عندي مشكل بس لكن لازم يكون يشبهك بالضبط أنه هون لما بتكون أنت ممكن يطلع شخص تاني ويلي لازم أنه لازم تكون هون كلها وحدة متراصة بس بده يطلع بده يقدر كمان لأنك عم تحط جهد وغيرك عم بيحط جهد أنك توصل لهذا الموضوع هلأ ورغم إصراره وهيك وبعدين ما صارت بس أنه هيدي مش جهة مش معتبره جهة من الجهات الثلاثة بس قال لك أنه إيه كان في أكثر من أشخاص حتى في ناس عرضوا الدعم المالي وأنا بشكرهم وهو كان مصر ما يطلع اسمه أنا بشكره بشكر غيره بشكر دعمه بس الأمور منا بسهولة جوني هون عم نحكي عن مثل ما قلنا شخصية كان بهمها أنه أنت تكون يمكن تنضم للائحة المجتمع المدني أو يمكن هي عم بتساهم بالتغيير بمحل معين بس في جهة حزبية عرضت عليك تأمن لك مصروف الانتخابات ومصروفك الشخصي ما بعرف بلا بتعرف ما بعرف مين هالشخص خلاص قلت يلي بدي قلته قلت يلي بدي قلته مين في احزاب بزحلة ما بعرف قلت يلي بدي قلته الوطن الحر يمكن ايه يمكن لا ما بعرف بس قلت يلي بدي قلته القوات والكتائب ما تحرجيني قلت يلي قلته اكيد مش تيار ليش وعرفك بس ما قلت يلي قلته لأنه بعرف ما معهم مصاري قلت يلي قلته قلت يلي قلت يلي الكتائب يعني في كتير احزاب بالمنطقة ليش عم تقول هيك يعني اوكي اكد لنا على الخبرية لا انه في كتير احزاب بالمنطقة بكل الأحوال انت بفترة الانتخابات ما كنت بلبنان صح. كنت بأمريكا صح سؤال كان مقرر سلف وهذا كنا وافقنا عليه مشان هيك اذا بدك كمان الاسباب يلي ما كنت رح اروح عليها لانه كان مقرر سلف كان في رحنا على برنامج بدعوه من وزاره الخارجيه الامريكيه بامريكا يلي بقي شهر ويلي بلش ب 13 ايار مشينا الانتخابات كانت ب 15 ايار فاذا كان مقرر سلف هو كان سمينار وكان هذا برنامج بس في عدة برامج بينعمل بتقرره وزارة الخارجية هذا برنامج كان لتعرف في كيفية عمل الإدارة المؤسسات الأمريكية ويلي له علاقة بموضوع الشفافية ويلي محاربة الفساد ويلي هيك بتعرف في طريقة عمل الإدارة والمؤسسات الأمريكية يلي بيكونوا هناك مش بس بواشنطن بعدة ولايات تانية على مستوى الولايات مش بس على مستوى الدولة الفيدرالية كانوا عم بيستفيدوا من تحاليلك للانتخابات؟ ما حكينا حكينا يعني كان في اكيد طبعا هي ليك البرنامج كان حوالي ثلاث اسابيع وانا تركت الاسبوع الرابع لان عملت لانه انا عندي كمان علاقاتي وعندي اتصالاتي يلي تركته لإلي خارج اطار البرنامج يلي عملت تواصلي مصادرك يعني؟ ايه طبيعة الحال يلي انه بعرفهم يلي دائما بروح لهونيك يلي و ويلي بيستفيد منه لشوف اخر المستجدات كيف بتكون كيف نظرتهم كيف الرؤيه بالعالم وبالشرق الاوسط ولبنان يلي بيهمني اكثر شيء بالحقيقه كان برنامج مفيد جدا خصوصا بموضوع الشفافيه وبتشوفي كيفيه المحاسبه بهذا الموضوع كيف بتكون امريكا بلد غريب نحن نعطيك السخر مخروق من فات على سيلولاري يعني امريكا بلد ما تفكر تروح على البيت امريكا بلد غريب يعني ما بتعرفي نحن بنظنه عقلهم غير عقلنا يعني على سبيل المثال بتعرفي انه بامريكا اول شيء الدوله الفيدراليه دستورها سبع مواد بس سبع مواد هاي الدوله الفيدراليه هاي الدوله الفيدراليه ما له سلطه الرئيس الامريكي اللي نشوفه نحن على رئيس الولايه يلي هو رئيس الجمهوريه الفعلي بس بقلب الولايه في عده حكومات مش بس حكومه الولايه في حكومه المقاطعات وحكومه المدن ويلي هن بيقرروا بتظني لفتره انها مفكك بامريكا في ما بين 7000 ل 9000 جهاز شرطه عقل لا مركزي الى اخر هذا وكيفيه التعاطي
والحرية يلي عندهم إمكانية القرار اللي عندهم غريب عجيب كبير هايل ما فيك تفهميه بالسهولة، ورغم هالشي بكونه دولة واحدة وهي الأقوى دولة، أقوى دولة على مستوى العالم. رح ننتقل لسؤال آخر جوني قبل ما نروح على البريك. أنا جوني منير اليوم بدي أعترف للجيران أنه لما أكون عم صرخ ديدي ديدي ما بكون عم بعيط عليها بس صوتي هيك على الزحلاوي. نحن الزحالي شوي صوتنا عالي شوي شوي كتير ما نسأل الجيران على كل حال لا مرحومين شوي لانه بيتنا شوي عالي يعني نحن الطبق الاخراني ما في ده، بس انه ايه صوتي عالي، صوتي عالي لما احتد، لما يعني بحتد بسرعه، مش بسرعه كتير بس انه ايه ده بعبر. ليه بضل تعيط ديدي ديدي كل النهار؟ بدي اعيط لمين؟ عم تعذبها يعني، عندك طلبات كثير. لا بالبيت عندي يعني عندي محل زاويتي اللي انا بفضلها مفضلة، عندي المكتب يلي بشتغل فيه يلي بنبص كتير لما اقعد اشتغل فيه، وطبعا بس بدي اعيط، بدي اعيط لحد احلى ما ضلني قايم، رغم انه ما بستعمل، مع انه في تليفون سنترال بس ما بستعمله كتير. هلا صحي انت بدلك تعيط دي 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 دي، بس انت اكثر شيء مغنج ياسما. ياسما ياسما بعتقد نقطة ضعف كل بي هي البنت. لا ياسما الملك بالبيت، ايه هي ياسما. زي الملك يعني جو الشيطان بعده عم بيحتر يعني. لا بس دايما في عنده مثل ما تفضلي وقلت، هي قانون الدنيا قانون الطبيعة، البي دايما بيتعاطى مع بنته كملك، وهي الملكة اللي هو بضل خايف عليها، بضل محافظ عليها، بيقلق عليها وبيريد انه يحميها. واذا بدك يعني كنت من زمان ما افهم انا ليش الاهل لما بيكونوا عم يتجوزوا اولادهم خصوصا بنتهم بيبكوا. عم قدر هلا انه هذا يعني بتعرف قيمتها، بتقلق يعني لانك بتقلقي من ضمنك عندك بيجو بالبيت كريستال، يعني هي اهم الكريستال بكثير، بس كريستال بتخافي عليه وتركتي، وهيدا بدك بنفس الوقت تتركيه يطلع على الحياه، بس عندك كثير قلق من علي انه كيف حدا يخطشه. طبيعه الحال، طبيعه الحال. بتشبهك او بتشبه هذا اكثر ياسما؟ لا لا من امها، ولا من أمها كثير، ويعني عندها كاركتير أمها، نعومة أمها. لا مش أنا زحلاوي شوي طالع ابني علي. ياسما أخذي من أمها كثير. إيه عفوية مثل أمها؟ ما في حدا عفوي قد ديدي. أمها كثير عفوية، بجرب علمها لياسما إنها ما تكون هالقد عفوية، بجرب. ياسما ما ترد عليه، أهم شيء الواحد يكون لا عفوي. صادقة بس مش عارف في فرق، العفوية يعني جرب قد ما فيها إنه أو خليني أقول هندس هالعفوية اللي عندها، بجرب بالآخر، ما فيك تفرضي شيء بالآخر شخص ولا الواحد، بس بتجرب قد ما فيك من بعيد إنك يمكن لتحميها أكثر. صح أكيد بالحياة هذا هو السبب. جوني هيدا كانت فقرة المواجهة مع ضميرك. بعد البريك ما تروحوا على محل، أنا رح نشوف جوني منير عفنجان قهوة مع شاب من التيار الوطني الحر بفقرة صوت الناس، وأيضا رح نشوفه عم بيحكي مع الله. بريك ومنرجع. رجعنا بعد البريك بفقرة صوت الناس، بهيدي الفقرة معنا الناشط بقطاع الشباب بالتيار الوطني الحر يوسف جبران، رح يكون عم بيشرب قهوة مع الصحافة جوني منير. يوسف شو الأسئلة اللي عندك إياها لجوني؟ حبينا ندعيك على هيدا الفنجان القهوة نشرب نحن وياك، نتسير سوا. أول شي بتحب القهوة اللبنانية أو الأجنبية؟ أنا ما كتير بحب القهوة، بشرب أنا كابوتشينو أو نسكافيه، بس لكن إذا بدي أشرب قهوة بسير بشرب الإسبريسو. بيقولوا عنك تحب الأجنبي لأنه على طول أجنبي. رح أفسر لك ليش. فينا نبلش بأنه أنا بلدي، بحب البلدي، بحب الأكل البلدي، بحب إذا بدي أشرب الكول بحب العرق لأنه زحلاوي، بحب كل شيء بلدي، بحب مثلاً إذا بدك كمان مع المجدرة البصل، باكل بصلي مع المجدرة. الله يرحمك يا شعبات، كنا لما كان يعزمنا لعنده كانت طاولته شرقية لبنانية، لبنانية، وكنت أحبها كتير، فاصوليا وهولي بحبهم كتير. حلو، حتى ما تروح على محل بعيد. لا مش فينا نقول انه وقع جوني منير مثل النايب السابق سليمان فرنجيه بفخ معلومات كاذبه تلقاها من مصادر خارجيه رفيعه، وتم اعطائه هالمعلومات المغلوطه لتغطيه على توقف عمل تنقيب للضغط على لبنان
بملف الترسيم. وفينا نشوف التويت تبعك كمان يلي بيقول ب 25 أبريل 2020: الأخبار السيئة تتوالى منذ قليل، انتهت شركة توتال تنقيبها وكانت النتيجة عدم وجود غاز في البلوك رقم 4، وتبين من بعد أنه في غاز بلبنان والشركة جاهزة لتنقب. نقط حالك، نقطت المحل يلي بتنقط حالك. أنا بدي يكون معك رجع عيد التويت يلي قلته أنا، قلت خلصت التنقيب ورجعت ومعه وحطيت بالبير يلي نقبلته بالأربعة ما كان فيه غاز. أوكي. شو له عليه الغاز بكل لبنان؟ له عليه محدد واضح بالبير يلي نعمل بالبلوك رقم 4 يلي ما لقيوا فيه. أنا علي يلي عملوا يلي عملوا حملة علي بهيدي، وهيدا اللي فاجأني. تاني يوم حتى رئيس الحزب عندك جبران باسيل طلع قال وما ومدري شو، تالت يوم طلعت توتال القرار انه نحن ما طلع هون، طلع في تراس الآثار لغاز يلي ما بيصلحوا يكونوا تجاريات، يعني كانت لغة ليقولوا ما في نحن طلعنا منه بهذا الموضوع. ايه بس انا ما قلت على مستوى مش رح نحن بالوقت كنا عم نحكي عن البلوك رقم 4 صح، وانت ما طلعنا كانوا عم يحفروا بالبلوك رقم 4 بهذا اللي عملوه ما كان في، بس ما قلت ما من وارد انا وين وارد يلي وتركته مثل ما هو تركه انه على مستوى كل لبنان. انا بحياتي قلت ما على مستوى كل لبنان، لا اكيد مش على مستوى كل لبنان. ايه ما انت عم تقول لي هلا بالهيدا المحل اللي عملوه اكيد ما كان فيه، يعني ما زالت جوني نير متمسك بهيدي المعلومات. أكيد يلي أكيد, أكيد خليني لك مش متمسك، ما هي طلع 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 فيها يعني الرابور الشركة الدراسة والدراسة الرسمية تبعهم، يعني ما بتستند أنت لقلهم، أنا مش أنا عم نزل بوس ما واحد خبر خبرية قال بيجي القمر الصناعي وبيشوف يعني فيه، بس إني ما بدهم. هلأ بتقلي الأكيد بهيدا البير ما كان فيه، يعني تكلفت الشركة حوالي 100 مليون دولار مش لحالها، هاي الشركة مع شركة إني يلي هي طليانية ومع شركة نوفاتيك يلي هي روسية تشتغل باسمهم توتال. ما ممكن يكونوا الكل متفقين حتى بما فيها الروسية وتقول لك ايه مسمح. هلأ يمكن السؤال الأفضل لو بتسأله، وهذا يعني لمصلحتي يعني يلي أقوله أنا برأيي هون كان لازم يرجع ينسأل، إذا أنا عرفت من التوتال جبران باسيل ما عرف من التوتال يومتها أكيد كان معه خبر، طيب ليش طلع قالت غير شيء؟ قال لا هيدي مدري شو فيه وما فيه وعم يكذبوا وكذا، بدليل يلي ظهر بعدين. هلأ بتقلي معش نقبوا مرة تانية، لأنه إني كان مفروض ينقبوا ثلاث مرات معش نقبوا مرة تانية لأنه في قرار عنده، بقولك إيه بطلت أعرفك. إيه ممكن لأنه تضرب ثلاث محلات لتأكد إذا فيه على مستوى كل البلوك أو ما فيه. توتال قال أنا ما عندي الرغبة بقى عمل تنقيب مرة تانية، وقفوا ما بعرف، بس بعرف بهيدا اللي عملوه يلي كنت ملاحقه يلي عرفت من مسؤول بالتوتال يلي عادوا أكدوا بعدين وعملوه بسرعة إنه بهذا البلوك ما كان فيه. هيدي تسجل لإلي مش ضدي، منونك رجعت تذكرت فيها وقريت التويت يلي عندي يلي بعده موجود. أنا نحن ما بنكون زعلانين أكيد، بدي لك تفضل. كتير تبين على السوشيال ميديا نكت إذا بدك، بيحطوا كانوا عم بيحطوا صورة حضرتك باجتماعات مثلا، هون فينا نشوف بين ما بعلق عليها يعني ما لأنه لعلك شغلي. سؤالي لك، سؤالي لك هلا قبل ما نعلق على هذا الموضوع، من كل استحقاق منلاحظ إنه كل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بتتسابق لأنه تستضيف جوني منير أو تاخذ منه كلام. هل قد جوني منير عنده معلومات عن كواليس الاجتماعات اللي بتصير إن كان بالبلد أو بالإقليم؟ الحمد لله هذا شغلي وهذا اللي نجحت فيه، وهون حسبني ترجع بالآخر علي إذا كنت أنا كنت عم صير فيهم ولا ما عم صير فيهم. إذا كنت عم بحتي أنتوكس ولا لا، ما تقارني بغيري يستفيد غيري. سأل لك شغلي، أنا اللي علمتني مهنتي ويلي تعبت من وراها ويلي تعرضت للمخاطر من وراها أني أول شيء أصدق معها لا تصدق معي. ولما بقول لك مثلا بدي افترض على سبيل المثال مصدر دبلوماسي بكون بعنيه مصدر دبلوماسي، غيري بحط يمكن ما بدي انتقد غيري بس انه في كتير ناس يمكن ما بتعنيها لتعبي كلام، اكيد انا بكون عم بعنيه واكيد عملت شبكه تعليقات. هاي شبكه العلاقات مساله ريسيبروك، يعني انت بدك تكون جدي قدامه وتحمي مصادرك، وهو بدك تنقيه كمان بشكل يكون جدي ورصين مش طريق حكي، لأنه في كتير طريقين حكي، وهي المهنة بتعلمك إياها، المسار تبعك بيعلمك إياها لتقدر تشوف وين وكيف. والدنيا منا صعبة، بيفترضوا طيب صار في اجتماع كيف عرفتوا هونيك؟ بس تعطيك مثل سريع، افترض وهي تعلمناها لما شفناها، افترض أنت أنه لما بيروح مثلا رئيس أمريكي عم افترض يروح يعمل يلتقى على سبيل المثال الرئيس الفرنسي، أنت بتعرف أنه بيكون موجود معه وفد يلي معه، حتى لو كان يلي بيحضروا معه حتى لو كان تتأتت بيطلع
الرئيس الأمريكي أو الرئيس الفرنسي بيعطي البريفينج للي صار جوا للستاف يلي معه. ستاف يلي معه أول شيء بياخد بيعملوا على ثلاث مستويات. أول مستوى بيوزعوا يلي بس هيدا لازم يطلعوا عليه رؤساء مثلا مسؤول الإعلامي الكبير أو وزير الخارجية أو كذا، مش لازم ينزل أكتر. بريفينج تاني ضابط أكتر شوي يلي بتوزع على السفرة ويلي بيوزعوا على السفرة بالعالم، والبريفينج الثالث والقسم الثالث يلي بيكون كتير فلو يلي بيكون الإعلان الرسمي. أنت بتاخد فيك تاخد للمحلات يلي بعد ساعة ساعتين قادر تحصل على المعلومات من أحد السفرة إذا عندك إني أو ستاف الدبلوماسي يلي طبيعي هي شغلته. طبعا خبر إنه يعني بيفترض الواحد قاعد إيه إنه شو هالهبلني كيف تعرف، مثل كأنه قاعدين اثنين بالبناية. نحن هيدا عقم، هيدا تخلف، هيدا يعني فقر بطريقة التعاطي. أنت بتعرف إنه الرئيس الأمريكي كل شيء وعد، وعملت هيدي قصة مع هيلاري كلينتون أو رؤساء الدول يلي فرنسي أو غيره، كنت وعد يلي عم تعمله عم يتسجل وبينحفظ بالأرشيف. ما في تليفونات خاصة لك أنت، التليفون اللي عندك بدك تعمله بما في سيلولير وبيكونوا في ناس ممكن عم يتسمعوا معهم، بس أكيد عم يتسجل للحفظ الرسمي. ممنوع تعمل مسائل تانية مش موجودة للحفظ الرسمي، وهيدي بتكون موزعة وبينعمل بريفينج لها بالآخر شغل دولة. قديش صحيح أستاذ جوني أنه عدم توليك منصب وزاري أو عدم ترشحك للانتخابات النيابية اليوم هو من أسباب، هو سببه الأساسي إذا بدك هو أنك بعدت عن التيار الوطني الحر بمحل من بعد ما كنت مقرب منه، وما صرت معادي بل صرت عندك غير رؤية، ولبل صرت كمان أقرب شوي من 14 أدار بكفر وسطي. أنا خليني أقول لك اللي حبيت سؤالك أنه يعني عفوي وصادق مثل ما عملت منك. أولا بالنسبة لهذا بتعرف هلأ قبل شوي كنا عم نحكي، نعرض علي ثلاث مرات من ثلاث أشخاص مع تمويل تتجهات مع تمويل فوت على انتخابات ما فت عليها. فإذا ما كان هدف هذا بينقضي اللي عم تقوله، فإذا ما كان هدف عندي أنا. اثنين، إنه يكون بمحل وزاري كل واحد بيتمنى إنه يقدر يكون يخدم بلده بمحلاته، بس ما بحياتي انطرحت. وهذه إذا بدك رأيي المزبوط خلتني أكتر وأكتر، وحدي منهم قصة كنت أعمل لك من شوي قصة البلوك رقم 4 كيف تعاطوا معه ما في غاز، ووحدة تانية هيك خلتني إذا بدك انطباعي أفقد ثقتي كليا برئاسة التيار واللي بيحكوا ما صاروا معي غلط. فإذا شو عم تغرب شو عم تخبر غيرون؟ يعني لما عفوا من التعبير ما بتكون صادق باللي عم تحطه قدامي أو حتى بموضوع الغاز، مش هيك اللي قلت لك عنه من شوي أو معي. فإذا أنت ما عم تكون صادق بكتير مسائل تانية طبيعة الحال، عم قلك شعور الشخصي زادت من ابتعادي ومن عدم ثقتي انه انت منك صادق بطريقه التعاطي باللي بتعملون بدليل يلي صار معي. اثنين، انت قلت لي انه صار عندي رؤيه. لا انا ما عندي، انا بعد عندي روح الثوره، روح اني انقل البلد او تنقل الحياه السياسيه من مكان لاخر. بالاخر اولادي بدي اياهم يضلوا هون، ما جبت لهم جنسيه من برا، بس بدي اياهم يكونوا ببلد مثل ما عملت انت او مثل ما عمل المسؤول عنك يلي أخذ. وأنا بتعاطف معك أنه بعرف أنك حابب السياسة وعم تنطلق من محل، وأنا كنت مثلك، بس أنك تأخذ البلد توصل على السلطة، بس محاسيب يكون عندك بالتعيينات يلي عم تعملون، محاسيب أزلام مش محاسبين، أنا مع المحاسبين، يعني بيكون أسوأ الأنواع الـ يعني أنا بدي الحسب هو اللي خليك تكون متمرد ليكون عندك فكر تاني وتكون عندك أراء تانية وتقدر يكون عندك ابتكار. أما أما الزلمة هو اللي بيكون خاضع وانت مبسوط فيه انه عم يسمع لك. انك تروح بس بهاي النوعيات وتاخذني على محلات فشلت وتقول لي بس شاطر انه قال فشلت لانه كذا ولانه كذا ولانه كذا، والله مره الحق عليك عقلي، انا خط، انا ابن حرب، انا قتلت، كنت افقد حياتي وخدت اسير وناضلت، طلعت برات بيتي لأنه عندي قضية بهذا الموضوع. قضية هي قضية مجتمع أنه يتطور ويصير جدي وفعلي. عم تنقلني من الناس يلي عم تقول عنهم أنهم هن إقطاع وما بعرف شو أو بيوت سياسية لتخدني على أسوأ؟ لا، مش هذا اللي بدي. بس قناعاتي السياسية أكيد أنا بدي لبنان يكون عندي حر، كل عمره كان لبنان يكون بدي حر، لبنان بدي يكون بعيد عن أي تسلط، أكيد دافع حقه هيدي. لبنان بدي يكون المهم والأهم بذهنية سياسية جديدة، إيه هيدي أنا طلبها، وبفتكر أنت لازم تماضي الكرمالة، ولو أنه أنت يمكن شايفها لهلأ بوجهة نظر غير وجهة نظري، بس أنا عملت عسكريتي وشفت أنه لا مش هي هيك،
هذا الطريق ما كان عم بيوصلني للبنان يلي بدي اياه. بالبروف يلي مرقتها انا بدي لبنان اخر اقدر احفظ فيه اولادي، اقدر يكونوا موجودين، يقدروا يوصلوا مثله مثل غيرهم. وبتمنى لك يوم من الايام هيك الحال مثل ما بين عليك، يعني مرونتك وبنفس الوقت حماسك يلي عندك اياه. بتمنى لك يوم من الايام يكون عندك ايد تقدر تساعد لتاخذ البلد بالاتجاه. شرفت معرفتك. شكرا يوسف لوجودك معنا. مشاهدينا انتم ايضا فيكم تشاركوا بهيدي الفقره من خلال التواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام ستوري سمر وشبل، عبر صفحتي على الفيسبوك، وايضا عبر التويتر. ما تروحوا لمحل لانه بعد البريك رح نشوف جوني بمصارحه مع الله. بريك ونرجع. رجعنا بعد البريك وهلا صار وقت فقره جديده لهيدا الموسم اللي هو جوني رح يكون عم بخاطب الله. جوني معك دقيقه تقريبا، اذا بدك تقول له شيء لله شو بتقول له؟ يعني صعب الواحد يقدر يحكي لبرا كيف خطبته بتكون بينه وبين ربه، لانه هي اللحظه الحقيقيه بينه وبين نفسه. بس علمونا نحن وصغار انه نخاف منه، بس قربت كبرت اكثر وتعمقت بديانتي صرت استحي من حبه لنا. انا بعرف انه عطاني اهم شيء الرجاء، وعطاني قد ما فيه كيف انه انا التقى فيه لما قال لي كل ما بتشوف حدا من المريض وزرته او كان سجين وزرته يعني يكون عم تلتقى فيه. بتطمع دائما، بخاف من اخطائي تجاهه، ونحن كل يوم بنغلط وبخجل من محبته تجاهي. يلي ابرز مثال على هالشيء لما نص اليمين يعني يلي هو استحق عقوبة الصلب يلي أنا دايما بذكرها، هذا اللص يلي طبعا عامل فظائع لحتى كان لص اليمين واستحق الصلب، يكفي بلحظة صدق هو عم بيموت بلحظة صدق طلب المغفرة منه وقال له اذكرني بسماك، كان أول قديس بيطلع السماء. شوف هالرجاء كبير يلي بيعطيني إياه، قد ما تغلط قد ما تشط بالآخر بيكفي إنك تروح بصدق لعنده يفتح لك وبيعطيك. مشان هيك بقول له دائما لربي ساعدني لحتى ما اغلط، وساعدني قد ما فيك لحتى اكون مستحق محبتك. هيدي كانت رساله جوني. لالله جوني بطلب منك توجه لعنا على استوديو. جوني حكى عن الرجا وطلب من الله انه يساعده ما يغلط. شكله بتغلط كثير. كل انسان بيغلط ست سمر. اللي بيعتقد حاله انه ما بيغلط، انا اكثر شيء بزرزع لي بدني لما بيحكيني شخص وبيقول لي انه انا ما عامل غلط وما ماني خاطئ انا شو، هذا اكثر انسان بيكون عم يغلط. كل انسان بيغلط اجباري تغلط، اذا مش بالفعل بالفكر تغلطي 100 مره بالنهار بيغلطي، وهذا وارد بالانجيل نحن. بس المهم انك تعترفي بشيء وانك تجربي تكفري عن اخطائك. جوني انت متدين بتمارس الطقوس الدينيه التقليديه؟ انا مؤمن جدا، لكن التدين يعني بمعنى الممارسه يعني بتقدس نهار الاحد بتروح بتعترف ما عم تسمح لي كثير هالامور، بس بحاول اعوض عنها، وهذا شيء ما بيسوى. انا بعرف هذا الشيء، بس بحاول اعوض عنها. بقرا بالانجيل، انا قريت الانجيل، قريت بخلفيته بفلسفته بال يعني الكتب الكثير يلي انعملت عن اللاهوت، وقد ما فيي فت بحياة المسيح يلي بحبها على بساطتها. اي نعم انا متدين، بس لكن الممارسة يمكن منا مثل، لانه في مسائل انا مثلا يمكن تجمد اذا بقول لك عنها. مثلا انا مش مع الام بتقلي عني كافر بس هيك، بس انا مش مع مثلا الإماتة او الصوم عن المسائل المحددة، انه لانه انا مقتنع انه مش المهم يلي بفوت بيتم الانسان، المهم يلي بيطلع منه، تجريح العلاقه. يعني بركز اكثر برساله المسيح، برساله السيد المسيح عن طريقه تعاملك مع البشر، لانه هذا اللي بوجهك بيقول لك هو انه هذا انا. وبالتالي قد ما فيك تكون بصدق مع اللي قدامك بصدق، مش لا تتوجهن بالمجتمع ما فيك تكذب فيهم عند ربنا بيعرف في نواياك. فكل ما كنت بصدق وبنية صافية عملت اللي مقابلك، كل ما كنت أقرب وكل ما كنت عم تكون مسيحي أكثر أو عم تعمل برسالة المسيح تكون أكثر قريب لله.
جوني كيف بتتخيل لقائك مع الله بعد عمر طويل؟ يعني مثل ما قلت عم تقول أنا ولدتك قلت لك لازم تكون عم تقوم بأعمال حسنة، بتتخيل حالك أنه طالع على الجنة كما بيقولوا؟ ولدت أتمنى ما بفكر هيك. ولدتي مثلا بس لقلك من أي بيت ربيت أنا بأي نشأة، مثلا لهلأ إذا بدق لها التليفون الساعة 5 بتنرفز، لأنه الساعة 5 إلى 6 كل يوم المسبحة بتعملها، كل يوم كل يوم شو ما كان عندها شو ما كان بها. وهي عفوا تمارس طقوسها الدينية للآخر، بتروح على القداس وبعدها وبتزعل إذا عرفت أنه أنا ما عم روح على القداس. هلا عرفت ليكي في شغلة، أنا إيماني بال تخديب من تربية البيت واحد عدة من عدة أوجه، من الإيمان يلي بيكون عندك وبتلحقي طبعا يلي القديسين وطريقة تعطيهم، وثلاثة بمسألة التعاطي، وأنا أؤمن أنه في حياة تانية، بس تؤمني بحياة تانية يعني بلشت تؤمني أكثر باليسوع، بؤمن فيها من تجربة شخصية، تجربة شخصية اللي عندي مع وفاة المرحوم بي. توفى، كانت أيام الحرب، كانت بعزة، كنت صغير، وكانت بأول حزيران سنة 1982 بداية الاجتياح الإسرائيلي. شوفي قديش كانت الظروف صعبة لما توفى، وتكون تاني مسكرة وأنا مسؤول عن أهلي، ومرات أوصل قدام حيط مسكر كيف بدي أعمل. كنت أحلم دايما بنومي بهذا الموضوع، يعني شوف بي يجي لعندي، بتعرفي هيدي بتكون رؤية منام قوي، ومرة يعطيني مرة يوصيني بأهلي بأخوتي. مرة كان العطية الميت بيقولوا بهيك ظروف بتكون خير وتفتح بوجهي، حتى لما اعتقلوني يعني خطفوني السوريين، كنت لقيه كان دائما يطلع، وكان يطلع بالمنام وكان يساعدني، فتكون قصة أقوى. بس ما كنت لقيه لتفسير، طب تعطيك شو بده يصير معك، يعطيك كيف بده يساعدك، وانت بتوعى بتكون قدامك عايشه يعني بتحسه. فمرة في جواب بيقول لي أحد الكهنة يلي أناني ويلي حبيت الجواب، وبر مروان خوري يلي قال لي الجواب، بيقول لي انت مش عارف انه الانسان يلي بيهتم يلي بتكون بيعني له شخص تاني بس يتوفى يروح على الدين التاني على دنيا الحق بيصير يهتم فيه اكتر اذا كان هو معوز، وهي حقيقة. هذا اللي خليني المس اكتر واكتر انه في حياة، انه هذا اكيد بيتواصل معك بيضل معك، بتفقد انسان قريب ليكي بيتواصل معك وبيضل يساعدك. يعني انت نجيت من الموت اذا فيها نقول عدة مرات، يعني تم اعتقالك، اطلق الرصاص على الباص انت وصغير بالمدرسة، باحد المرات دكتور جعجع وصل لك رسالة انه معقول يتم اغتيالك. مش معقول، كان محضر، كان محضر واثبتت كمان حتى لما كنت اشتغل بصوت لبنان بالطابق التاسع اجت قذيفة، ومرة مرقت كمان على حاجز ما اخذوني ما بعرف ليش كان بالحرب بس اخذوا اللي حدي. كنت انت وصغير، كل انسان هو صغير هيدا الـ يعني الشيء المجهول بخوفك. بفتكر كل يلي بيكونوا صغار بتخوفهم شوي شوي، مع اول شيء بتتعايشي مع الفكره انه انت في عندك نهايه، صحيح، بس هالنهايه بتقلقي على غيرك، خصوصا لما يكون عندك مسؤوليه بتقلقي على غيرك. على مين بتخاف اكثر؟ على عائلتي اكيد، اكثر شخص مثل كل انسان، شخص واحد مين بتحسه اكثر حدا فراجيل؟ عائلتي. او عائلتي مرتي وولادي اثنيناتهم فراجيل، كلهم فراجيل يعني كيف بدهم يكفوا، بتصير تقلقي بعدين كيف بدهم يكفوا اذا صار في شيء. وبالاخر كمان قلت لك انه بيكون في ناس سبقوك كثير، ناس يعني بيي او انه اصحابي يلي بحبهم يلي سبقوني صاروا بمحل تاني، ببطل الحاجز غريب عنك، هاي المنطقه بتبطل غريبه عنك، راحوا بتخف القلق عندك او الهاجس عندك من الموت، بس يلي هو بالاخر بضل عندك لانك ما بتعرفي لانك غريب. طبعا رهبته كبيره يلي عندك. جوني عم تحكي عن الناس اللي سبقوك وراحوا، مين اكثر شخص على بالك تشوفه؟ اكيد عم نحكي لا سمح الله بعد عمر طويل، يمكن صديق، يمكن والدك بطبيعه الحال صار له فتره يمكن طبيعي. ما قلت لك والدي، رح اقول لك والدي من الاول طبيعي انه هونيك، بس غير كمان والدك في اصحاب كثير اللي راحوا، ما بدي كثير اصحاب يلي يعني اذا بدي اقول لك مثلا خليل الخازن اشتقت له الله يرحمه، كان طيب كثير. جان بيير صغيب اول شخص لما كنا طفالة قتل بالأزيفة، كان معي بالمدرسه، يمكن مره خبرتك عنه بالحلقه السابقه، كمان كنت حابب هذا. جبران تويني بمحل، بيير جميل يا حرام يلي كان مثل خي، بيير جميل الله يرحمه يلي
كان قبل ما يحكيني قبل بليلة كنا أصحاب كتير مع بعضنا. سؤال لك. كنا دائما كنا نلتقى 5 مرات بالجمعة نلتقى عنده. هالقد كنتم مكررين. ايه كنا كتير أصحاب قبل بليلة حكيني، وتاني يوم صرت دقله بعد ما خبروني الله يرحمه، عندي ابن خالتي يلي كمان كنت أصحاب أنا وياه كتير. توفى بشكل مفاجئ يعني بالحرب لا توفى بأكسيدان صحي بس عدني. في كتير أشخاص برجع بقلي قراب لقلبي اختفوا راحوا وكنت حبهم وكانوا قراب كتير لقلي أنا مثلا يعني اللي قالوا علي بس مطران حداد هلا كانت علاقتي فيه بس هون كانت علاقتي مع اصحاب اكثر بس كمان هو عم بيروح لانه كان هو عم يكبر وعم بي عم بي عم بيقرب من الموت يمكن بتخفف اكثر هوديك البقاوي راحوا فجأة يعني وقع الصدمه اكثر يعني بتاذي اكثر طبعا. ايه اصحابك كلهم حب شوفهم الله يرحمهم كلهم يطول بعمرك ويخلي لك عائلتك جوني. شكرا كثير لوجودك معنا، كل حلقة بتكون أحلى من حلقة معك. بشكرك جوني. ثانك يو لك. مشاهدينا حلقتنا وصلت لنهايتها، أنا بشوفكم الجمعة الجاية نهار الأحد، إلى اللقاء. قوية إيه بس هي الحقيقة، اليوم عرفنا كل أسرارك. صعبة، قلت لك أسراري ما بشاركها لحدا. ما دادي قالت غير هيك، قالت لي إنه أبدا ما بتتسرع بتاخذ وقت. مزبوط بس بتطحيش، أنا كنت بدي أقول بس ما قلتها. يعني بتطلع أوقات بقرا الشخص وبعرفه مش صافي سليم، حتى هو عم بيقول لي مرحبا، وحتى بعرف مثلا لما حدا بده يفترض قال لي مرحبا بعرف ليش عم بيقول لي مرحبا، وبعرف من يلي عم بيقول لي مرحبا لا يقول لي مرحبا، بعرفه كثير. مين كنت قاسي معه بحياتك الشخصيه؟ يعني برجع بقول لك يعني عم جرب كون صادق زياده عن اللزوم. يلا يلا عمول افار عمول بس ما بدي اول طلعتي انه انا شاركت بسري مع حدا وبطل سر شيء بطبيعه الحال، واخذت عهد حالي من يومتها انه مسائلي خاصه بتضل اسمها خاصه.